صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 86 لسنة 2022 بتعيين رئيسة للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وذلك بناء على ترشيح وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تعين السفير فوزية بنت عبد الله زينل رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية بلقب سفير فوق العاده مفوض